انتصف نهار القاهرة ليوافق 10 بتوقيت غرينتش. هذا موعد بانوراما إخبارية شاملة، مرحبا بكم. والبداية مع أبرز العناوين. مقتل 7 إرهابيين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية، واستشهاد ضابط أثناء المواجهة معهم في حي الأميرية. السيسي يستعرض جهود القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة لدعم إجراءات مواجهة كورونا. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 2,000,000 إصابة، والوفيات تتجاوز 128,000. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية مقتل 7 عناصر إرهابية وبحوزتهم أسلحة، فضلا عن استشهاد ضابط وإصابة آخر وفردين من الشرطة، وذلك في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة وكر للإرهابيين. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن معلومات كانت قد وردت إلى قطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر إرهابية وبحوزتهم بنادق آلية وقطع سلاح خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة. ولفتت إلى أن التعامل أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة. هذا وقد أمر النائب العام بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الذي وقع في حي الأميرية بمحافظة القاهرة، وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع. نعى مجلس الوزراء شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي الذي استشهد جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة. كما نعى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وأعضاء المجلس بمزيد من الحزن والأسى شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي. كما توجه مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام بخالص العزاء والمساواة والمواساة لأسرة المقدم محمد الحوفي. كما نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهيد الوطن المقدم البطل محمد فوزي الحوفي. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بمشاركة مدير إدارة المخابرات الحربية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والسادة قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبمشاركة السيد مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومي وصون مقدرات ومكتسبات الدولة.
أعلنت وزارة الصحة عن خروج 26 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الشفاء من مصابي الفيروس إلى 514 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 683 حالة، من بينهم 514 متعافيا. وأضاف مجاهد أنه تم تسجيل 160 حالة إصابة جديدة بالفيروس و14 حالة وفاة. كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجهات المعنية بالعمل على سرعة توفير المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمستشفيات التي حددتها وزيرة الصحة هالة زايد. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة موافاته بتقرير يومي متكامل حول استيفاء كافة احتياجات ومتطلبات المستشفيات من المستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة الصحة هالة زايد الموقف الحالي لفيروس كورونا في مصر والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعياته. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة حماية العاملين في كل المواقع واستمرار العمل بما يضمن دوران عجلة نمو الاقتصاد المصري واستقرار واستدامة معدلات النمو في مصر. جاء ذلك خلال تفقده عددا من المصانع والمشروعات بمدينة السادس من أكتوبر للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ومتابعة سير العمل والإنتاج. كما تفقد رئيس الوزراء المحاور والطرق الرئيسية والكباري بالمدينة، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة التي يتم تنفيذها في المواعيد والجداول المتفق عليها لما ستسهم فيه من تحقيق سيولة مرورية كبيرة. كما اطمأن على اتخاذ جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات للإجراءات الاحترازية والوقائية. في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بصرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، استعدت هيئة البريد عبر مكاتبها البالغ عددها 4000 مكتب بريد والمنتشرين على مستوى الجمهورية. كما تقرر مد فترة العمل بالمكاتب الرئيسية بجميع المحافظات لتبدأ من الواحدة ظهرا وحتى الساعة 5 مساء. من صباحا وحتى 5 مساء تستقبل مكاتب البريد المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرها الرئيس السيسي، وذلك بتنسيق أيام الصرف حسب الفئات العمرية. على مدار 4 أيام تصرف من خلال مكاتب البريد من يوم 13 لغاية يوم 16. ابتدينا بالأمس الفئة الأولانية، كانت الفئة الأكثر من 51 سنة. النهاردة احنا بنصرف الفئة الثانية، الشريحة الثانية من الفئة العمرية من 25 سنة الى 55 سنة، وان شاء الله يوم الخميس هتكون الشريحة الثالثة اللي هي الشباب الاقل من 24 سنة. برسالة على الهاتف المحمول تأتي من قبل وزارة القوى العاملة، يتوجه المستفيد الى الجهة المختصة لصرف مبلغ 500 جنيه قيمة المنحة المستحقة. الحمد لله، الحمد لله، ربنا كرمني وجاتني الحوالة، وجاتني برضك في ظروف صعبة جدا جدا جدا، وأنا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر كل المسؤولين اللي بيقوموا بدعمنا ودعم الناس الغلابة. أنا كنت فاتحة بجيب حبة هدوم كده وببيعهم، مفيش دلوقتي ولا عارفين ننزل في الأسواق نجيب هدوم، ولا عارفين ننزل العتبة، ولا عارفين نروح في حتة. فال500 جنيه طبعا فرقت معايا، أنا معايا طبعا 4 عيال،
فرقت معنا هنجيب بيها بقى حاجات رمضان. ونشكر السيسي ومش عارفين نقول ايه للدولة وللرئيس، الف شكر الف شكر ليك يا رئيس. ومن يتخلف عن الصرف في المواعيد المقررة سيتم تخصيص الفترة من 26 من ابريل حتى 29 من الشهر نفسه للصرف للمستحقين، وتتخذ هيئة البريد إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، تبدأ بتعقيم العملاء الوافدين إلى المكاتب بالإضافة إلى تطهير كافة المكاتب الإدارية لمدة 4 أيام تنتهي الخميس المقبل. ما زالت مكاتب البريد تستقبل المستفيدين من منحة الرئيس السيسي بواقع 1.5 مليون مستفيد بمختلف مكاتب الجمهورية، لتكون بذلك منحة تساعد في الخروج من المحنة. رمضان المطعاني، النيل. ونتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم التي تقوم بها الهيئات المختلفة وتحديدا هيئة النقل العام. ومعنا مراسلنا أشرف مبارك، هو معنا من جراج محطة بورسعيد بالقاهرة. أهلا بك أشرف، وهل لك أن تطالعنا عن المستجدات لديك عن ما حدث في الصباح الباكر من عمليات تطهير وتعقيم، و إلى أين وصلت عملية التعقيم والتطهير لديك؟ بالفعل محمد، يعني تبدأ الآن عمليات التعقيم والتطهير الخاصة بالفترة المسائية لتلك الحافلات الخاصة بهيئة النقل العام. يعني تبدأ أو بدأت منذ قليل عمليات التعقيم بعد رجوع السيارات من الفترة الصباحية، ويعني اقتراب عمل الفترة المسائية والتي تبدأ يعني في حدود الساعة 1 ظهرا. تقوم الهيئة بعمليات التعقيم لتلك الأتوبيسات تمهيدا لخروجها في الفترة المسائية، بالإضافة أيضا إلى عمليات قياس الحرارة لبعض السائقين والكمسارية الذين سوف يقومون بالعمل على تلك الأتوبيسات في الفترة المسائية. هناك أيضا كما نعلم أن أسطول هيئة النقل العام يصل إلى نحو 2500 أتوبيس، وتلك الأتوبيسات موزعة على نحو 350 خط، منهم 42 خط يتميزون بكثافة ركابية كبيرة. لذا هناك يعني عمليات أو إجراءات احترازية كبيرة من هيئة النقل العام ل يعني تقليل زمن التقاطر في تلك الخطوط ليصل إلى نحو 10 دقائق في تلك الخطوط. الحديث أكثر حول تفاصيل تلك الإجراءات من عمليات التعقيم وأيضا الجديد في عمليات الصيانة تمهيدا ليعني إتاحة تلك الحافلات للعمل في الخطوط المختلفة، معي على الهواء مباشرة المهندس سيد إبراهيم، هو رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بهيئة النقل العام. باشمهندس برحب بحضرتك، وعايز أعرف إحنا عايزين نتكلم المرة دي على موضوع الخاص بالصيانة المتعلقة بهيئة النقل العام ويعني تحت تلك الحافلات للتشغيل وفي الخطوط المختلفة. والله زي ما قلنا لحضرتك قبل كده إن طبعا لساعات الحظر اللي هي من الساعة 6 صباحا العمل أوقات العمل لغاية 8 بالليل، الساعة الزيادة اللي هي جت في إن زودنا بيها معالي رئيس الوزراء زود بيها العمل ساعة، ادت إرياحية شوية للعمل بالنسبة للمواطنين إنها تقدر توصل لبيوتها. بالنسبة لي أنا بالنسبة للتعقيم بيتم من بداية دخول الأتوبيسات الجراج، أنا بشتغل من 6:30 صباحا لغاية الساعة 6:30 7 بتبدأ الأتوبيسات إنها تبدأ، زي ما قلنا لحضرتك زمن التقاطر بيبدأ يدخل الأتوبيسات الجراج، ببدأ مرحلة التعقيم بالنسبة للأتوبيسات لأن ده المركبة اللي بيستخدمها الجمهور فلازم تبقى معقمة ومؤمنة كويس جدا. بالنسبة لنا في المعدات ومكان التطهير طبعا حسب توجيهات السيد الدكتور محافظ القاهرة بتوفير إمكانيات، ودي اللي وفرها سيادة اللواء رزق علي مصطفى رئيس مجلس إدارة، بتوفير إحنا الهيئة 22 جراج بخلاف الورش، عندنا ورش مركزية بتوفير المعدات مكان التطهير بجميع الفروع في الهيئة بدل التعقيم للعاملين اللي بيقوموا بتعقيم الأتوبيسات، أجهزة قياس حرارة إن خروج السائق والمحصل وعمال الهندسة قبل ما بيخرج للعمل بيبقى عن طريق المختصين اللي بيقيس درجة الحرارة، لأن طبعا زي ما قلنا لحضرتك درجة الحرارة مرتفعة ما طبعا مش هيشتغل زميل مكانه ويقوم بالشغل، وهو بنبدأ من عن طريق العيادة الطبية بنكشف عليه. والحمد لله الهيئة النقل العام 28,000 عامل، الحمد لله ما فيش أي حالات ظهرت،
رغم ان بنشكر السائق والمحصل اللي هو بيتعامل مباشره مع مختلف فئات جمهور الركاب. انا بالنسبه لي بعد ما بيخلص الشغل بتاعه بيبدا يدخل الجراج ابتداء زي ما قلنا لحضرتك لغايه الساعه 7 ببدا عمليه التعقيم بالمكن زي ما شايفين حضراتكم المختصين ان هو يبدا بيعقم الاتوبيس من الخارج بالكامل وتعقيم الاتوبيس من الداخل من اول كرسي السائق لكراسي المستخدمه اللي بيستخدموها الركاب لاماكن الوردمانات اللي هو بيمسك فيها الراكب اماكن الوردمان اللي هو في الكرسي اللي بيمسك فيه الراكب كل ده بيتم تعقيمه جيد جدا بحيث خروج المركبه مؤمنه ومعقمه لاستخدامها لجمهور الركاب. طيب يا فندم بالنسبه لعمليه التعقيم الخاصه بالفتره المسائيه ما هو ده يا فندم كل ده بيتم في فترة مسائية بعد دخول جميع المركبات قبل خروج من ساعة دخولها وقبل خروجها للعمل لأن دي هيتعامل معها الراكب جمهور الركاب فلازم تكون معقمة ومؤمنة تماما. طيب فيما يخص يا فندم برضه أيضا العمليات الخاصة بإتاحة الأتوبيسات بعد يعني أعمال الصيانة الخاصة بيه أنا فندم أول من بداية ما دخول طبعا إحنا بالنسبة عشان وقت الحظر اتعمل خطط للتشغيل بحيث ان العمال تقدر انها تروح بيوتها توصل بيوتها بالسلامه. عندي الورديه بتبدا عملناها في ايام التناوب في ورديات اتقسمت ما بين العمال بتبدا الاتوبيسات طبعا بحيث انها اول ما بتدخل بيحصل عمليه الغسيل والتعقيم بتبدا عمليات الكشف على الاتوبيس مجموعه من الميكانيكيه متخصصين طبعا جميع المهن بتبدا الاتوبيسات زي ما شايف حضرتك الجراج انا عندي مجاري هنا اللي هي للكشف ومجاري الاصلاح المجاميع واقفه من جميع المهن المختلفه الكهرباء السيارات الحداد الميكانيكي بيبدا يكشف كل ده طبعا تحت اشراف المهندس الموجود المتواجد في الورديه بحيث ان بيبدا بيديله البلاغات اللي هو السواق اذا كان في بلاغ حس بيه في الشارع اثناء قيادته السياره او بلاغ الكشاف اللي بيطلعه كل ده بينتقل لمجموعه اسمها مجموعه الاصلاح بيبدا يصلح وتحت زي ما قلت لحضرتك تحت اشراف المهندس المتواجد. بشكر حضرتك جدا باشمهندس سيد يعني ايضا محمد يعني كما نرى في الخلفيه تظهر عمليات التعقيم والتي استمرت او بدات في الساعه 6:30 صباحا وتستمر ايضا على مدار اليوم حتى انتهاء فتره العمل وهي في الساعه 7:30 مساء وايضا في الفتره الليليه واوقات الحظر بعد عوده تلك الحافلات تقوم ايضا عمليات التعقيم ايضا وتستمر على مساء ساعات الليل. شكرا لك اشرف مبارك وابقى معي يكون معنا أيضا مراسلنا منذر أبو دوح من مكتب بريد النزهة ولكن نذهب الآن لمراسلنا رمضان الشحات هو معنا من القليوبية لمتابعة عملية توريد القمح وتخزينه في الصوامع. رمضان بعد التحية ماذا لديك من جديد فيما وصلت إليه عملية توريد وتخزين القمح في الصوامع؟ يعني بالطبع الأمر لم يختلف كثيرا من حيث التعقيب الذي ذكره الزميل أشرف مبارك. لو نظرت سوف ترى أن هناك توافد للمزارعين من أجل عملية توريد القمح والتي بدأت اليوم. هناك عملية تعقيم تتم للسيارات التي تدخل إلى الصوامع من أجل تأمينها. هناك أيضا إجراءات احترازية يعني وزارة التموين نبهت على العاملين بهذه الصوامع من أجل القيام بها من أجل منع انتشار فيروس كورونا وأيضا لحماية المواطن. لو نظرت سوف ترى في الصورة أن عملية التعقيم تتم كليا لجسد السيارة بداية من الكاوتش إضافة إلى الهيكل الخارجي لتلك السيارة. وهناك أيضا عملية أخذ عينات لعملية التقييم التي تتم للقمح. يعني الوزارة أكدت أن عملية التقييم للقمح وسعر الطن سعر الإرداب يصل إلى حوالي 700 جنيه طبقا لعملية التصنيف والتي صنفت على 23.5. اللجنة التي تتواجد في هذا المكان يوجد بها عضو من هيئة السلامة على الأغذية إضافة إلى عضو من وزارة الزراعة إضافة إلى عضو من التموين. عملية التقييم تتم طبقا للمعايير التي حددتها الدولة من أجل أن يقوم كل مواطن بأخذ حقه من أجل مزارع. الحديث مع المزارعين أكدوا أن هناك أريحية كبيرة من السعر الذي حددته الدولة هذا العام خاصة وأنه يعني كما يقولون وإنجاز التعبير يجازي عملية الزراعة هذا العام خاصة وأن الدولة توفر دعم كبير على الأسمدة إضافة على البذور إضافة إلى المتابعة
اليومية لعملية الإرشاد الزراعي عند زراعة المحصول. كل ده يعني كان بالتفصيل نتاج أو تم الاستعداد له كليا بتجهيز عدد كبير جدا من الصوامع والتي وصلت الطاقة التخزينية لها إلى حوالي 3.5 مليون طن. هذه الصوامع لو استطاع الزميل محمد عبد الغفار أن يعرض لنا، هذا من ضمن المشروع القومي للصوامع والذي ينتشر به محافظات الجمهورية. هذه الصوامع تحافظ على القمح وتقلل نسب الفاقد بنسبة كبيرة تصل إلى حوالي 15%، وتوفر أيضا على الدولة أكثر من 4 مليارات جنيه كانت تضيع سنويا بسبب نسب الفاقد التي كانت تضيع في الشون الترابية أو كما يقولون العصافير بتاكلها. ولكن الدولة استطاعت في هذه الفترة من عام 2015 حتى الآن بإنشاء 50 صومعة، وبالتالي فإن الطاقة التخزينية للقمح زادت بضعفين. فالطاقة التخزينية قبل عام 2015 منذ أن عرفت مصر الصوامع أول صومعة بإمبابة ومواني إسكندرية كانت الطاقة التخزينية بها حوالي 1,200,000 طن. نحن الآن في عام 2020 نتحدث عن طاقة تخزينية وصلت إلى حوالي 3.5 مليون طن طبقا للبرنامج الذي قرره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على الأقمح. ولكن للمزيد من التفاصيل مع الأستاذ أشرف، هو رئيس الهيئة الأستاذ خالد شريف، هو رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الأليوبية. عايز أعرف على أي أساس أنتم بتحددوا المعايير وعملية صرف المستحقات بتكون إزاي؟ عملية صرف المستحقات هو العميل بعد ما بيقوم بعملية التوريد، وطبعا هو المفروض بيخش الأول بيبدأ الفرز قبل الماء قبل الوزن، وبيتم عن طريق اللجنة بعد أخذ عينات ممثلة من السيارة الموردة من معظم أجولة السيارة، عينة عشوائية تمثل الأجولة الموجودة، بيتم تحديد درجة النظافة وعلى أساسها بيتم تحديد السعر. هو طبعا زي ما حضرتك عارف إن تحديد السعر فيه 3 درجات نظافة، درجة 22.5 قراط بيكون سعر القمح المورد 670 جنيه للأرداب بزينة 150 كيلو. درجة 23 قراط بيكون سعر القمح المورد 685 جنيه للأرداب بزينة 150 كيلو. درجة 23.5 قراط وهي أعلى درجة بيكون سعر القمح المورد 700 جنيه للأرداب اللي هو زينة برضو 150 كيلو جرام. وبعد التوريد في خلال 48 ساعة بيكون صرف جميع المستحقات. وزي ما ورد في القرار الوزاري والضوابط المنظمه للقرار الوزاري المشترك للسيد وزير التموين ووزير الماليه ووزير الزراعه، بيتم وزير الماليه مول البنك الزراعي المصري بمبلغ 100 مليون جنيه لدفع مستحقات الموردين، ورصدوا 1 مليار جنيه لهيئه السلع التموينيه للحساب. يعني الموضوع الحساب ده ما بيتاخرش اكثر من 48 ساعه. شكرا جدا يعني. ولكن قبل ان انهي الحديث يجب ان يعلم المواطن ان عمليه أن الاستراتيجي المصري من القمح وصل إلى حوالي سوف يصل إلى حوالي 8 أشهر بعد عملية التوريد، والتي من المتوقع أن يتم وصول 3.5 مليون طن إلى تلك الصوامع، إضافة إلى الإنتاج الآخر والذي قدره خبراء بحوالي 9 مليون إرداب عفوا من القمح سوف يدخل إلى البيوت المصرية. إضافة نعم، أشكرك من هنا. شكرا جزيلا مراسلنا رمضان الشحات، كنت معنا من القليبية، شكرا جزيلا لك. وننتقل أخيرا إلى مراسلنا منذر أبو دوح، هو معنا من مكتب بريد النزهة لمتابعة اليوم الثاني من عملية صرف المنحة للعاملين للعمالة غير المنتظمة. منذر، ماذا جديد لديك، وهل بدأ المواطنون مستحق هذه المنحة في التوافد إلى المنافذ المختلفة لصرفها؟ تحياتي بداية لكم مشاهدين. بالفعل العمالة غير المنتظمة في مختلف أفرع هيئة البريد وكذلك بنك التنمية والتنمية الزراعي وعدد من المدارس التي تم اختيارها لصرف هذه المنحة. كما نشاهد سلفي توافد المواطنين وما لهم حق الاستفادة من هذه المنحة، والتي جاءتهم الرسالة عبر الجهاز المحمول الخاص بهم والذي تم تحديدها من قبل الأجهزة واللجنة المعنية من قبل الحكومة المصرية لصرف هذه المنحة. كان هناك إجراءات عديدة لتيسير على المواطنين في التواصل وصرف هذه المنحة، سواء من خلال التنظيم على مدار 4 أيام الخاصة بصرف المنحة من الهيئة البريد وكذلك البنك التنمية والائتمان الزراعي، وتوزيعهم على مدار 4 أيام حتى لا يحدث تكدس، وكذلك أثناء عملية الصرف داخل المقار الخاصة بهيئة البريد من خلال وضع علامات مميزة للوقوف والتباعد ما بين المواطنين واستخدام وسائل التطهير والتعقيم والتي تأتي من ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا. لكن قبل ذلك هناك عملية تواصل ما بين المواطنين وهيئة البريد تتم من خلال خدمة العملاء
بجانبي الان الاستاذ احمد فهمي المسؤول عن خدمه العملاء. بنرحب بك يا فندم وعششني الاخبار. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كيف يتم التواصل وما هي الاجراءات الخاصه بتواصل المواطن مع الهيئه للاستفاده واصرف مستحقاته؟ المواطن مجرد ما بيجيله رساله صوتيه نصيه حضرتك على الموبايل بيشرفنا بيها في مكتب البريد بياخد رقم وبينتظر دوره. مجرد ما يجي دوره بيخش على الشباك بيصرف المنحه وبياخد سلم كارت ايزي باي مجاني عشان وبيسجل بياناته على سيستم البريد عشان الشهر الجاي واللي بعده ان شاء الله يصرف من خلال الكارت من اي اي تي ام ماشين وما يخشش مكتب البريد تاني. بنسهل عليه الاجراءات. وفي نفس الوقت احنا قسمنا المواطنين الشرايح طبقا للفئات العمريه. من اول يوم 13 ابريل ابتدينا الشريحه 51 سنه فاكثر. امبارح والنهارده الشريحه من اقل من 51 لحد 25، ان شاء الله بكره الاقل من 25 سنه. وبالنسبه للمواطنين يتخلفوا عن الصرف في الايام المحدده ليهم طبقا للفئات العمريه ان شاء الله عندهم ايام 26 و27 و28 ابريل باذن الله يقدروا يصرفوا خلالها باذن الله. وارقام خدمه العملاء للتواصل؟ رقم خدمه العملاء البريد المصري 16789. إذا التواصل من خلال خدمة العملاء لمعرفة إذا كان من المتخلفين وسيعود في الأيام المحددة له. بالضبط كده يا فندم. شكرا لك يا فندم. تحت أمرك. كما تابعنا أعزائي المشاهدين وزملائي في الاستوديو، هذه هي إجراءات الهيئة للتيسير على المواطنين والتواصل معهم وكذلك إجراءات صحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. نعم أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا منذر أبو دوح على هذه المتابعة. كنت معنا من هيئة البريد بالنزهة، شكرا جزيلا لك. وأيضا نشكر مراسلين أشرف مبارك ورمضان الشحات، شكرا جزيلا لك. ومشاهدين الكرام فاصل ونستأنف أخبارنا. يواصل فيروس كورونا الانتشار وحصد الأرواح على الرغم من الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الدول حول العالم. وتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 2,000,000 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات نحو 128,000 حالة، كما اقترب عدد المتعافين المسجلين حول العالم من 500,000 شخص. تجاوز عدد الذين شخصت إصابتهم رسميا بفيروس كورونا المستجد 1,000,000 شخص في أوروبا، أي أكثر بقليل من نصف الإصابات في العالم، وبتسجيل 1,003,284 إصابة، بينها 84,465 وفاة. تكون أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19. والدول الأربع التي سجل فيها عدد من الإصابات يتجاوز 100,000 هي إيطاليا بواقع 162,000 إصابة، في حين تجاوز عدد الوفيات بها 21,000. تليها إسبانيا بواقع 172,000 إصابة، في حين تجاوز عدد الوفيات بها 18,000. تليها فرنسا ب 143,000 إصابة وأكثر من 15,000 وفاة. ثم أخيرا ألمانيا ب 127,000 إصابة و 3,254 وفاة. وفي بريطانيا التي تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة تجاوز عدد الإصابات 93,000، في حين تخطت الوفيات 12,000 حالة. أعادت المدارس في الدنمارك فتح أبوابها بحذر بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا. كانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت عن إعادة فتح المدارس في مطلع إبريل شرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين، لكن هذا القرار لاقى اعتراضا لدى الكثير من أهالي التلاميذ القلقين على صحة أولادهم. وسجلت الدنمارك 6,700 إصابة منذ بدء انتشار الوباء مع 299 وفاة مرتبطة بكورونا. وللمزيد من المتابعة حول الأوضاع في أوروبا ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور غسان الجعيدي في مدريد. دكتور غسان بعد التحية، ما هي آخر المستجدات لديكم بشأن كورونا فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لمجابهة هذا الوباء؟ مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم،
نحن في آخر 4-5 أيام الحمد لله عدد الإصابات كان يتنازل يعني يوم بعد يوم، والحمد لله عدد الوفيات برضو نزل عندنا، يعني سيطرنا، قدرنا نسيطر على الموضوع، على تفشي الكورونا في مدريد الحمد لله وفي كامل إسبانيا. فهذا صار يعني صرنا نشوفه في غرف الطوارئ والمستشفيات، بأنه عدد المرضى اللي يلجأوا إلى الطوارئ خفوا بنسبة تقريبا في مستشفيات ما بين 45% و60%، فذلك خفف عن الضغط عن المستشفيات وعن غرف العناية المركزة. الحمد لله إحنا في آخر 4 أيام نزلنا كنا بأكثر من 120% من طاقتها غرف العناية المركزة، وهلأ إحنا حوالي 90%. يعني رغم أن مليان المرضى غرف العناية المركزة، ولكن شعورنا انه نفس المرضى، وانه ان شاء الله هذول بس نعطيهم الريليز، يعني نوديهم خلاص نعطيهم يتعافوا، حيكون خف في غرف العناية المركزة 15 يوم، فذلك هو اللي مأخرنا انه لسه العناية المركزة شوي مليانة. نعم دكتور غسان، مؤخرا سمحت أسبانيا والتي تعد الدولة الأكثر تضررا في أوروبا بعد إيطاليا من هذا الوباء، سمحت باستئناف جزء للعمل وذلك بعد أسبوعين من الإغلاق. ففي رأيك هل تستطيع الحكومة الإسبانية أن توازن بين مواجهة فيروس كورونا وبين محاولة إنعاش الاقتصاد من ناحية أخرى والذي تأثر كثيرا جراء هذا الفيروس؟ نعم، هلا احنا اول نقطه لازم ناكد عليها هي ان احنا الحجز ما زال دائم، يعني احنا لسه محجزين في بيوتنا، ممنوع الخروج، لسه في حظر التجول، يعني الحياه لم ترجع الى طبيعتها. فقط في اخر اسبوع، في اخر 10 ايام فعليا زادوا الحزامه او صرم الحجز، واثروا على اللي هي الكونستراكشن اللي طار البناء، يعني الشركات البناء ومصانع معينة، ولكن بشكل عام بقية الحجز لسه باقي، يعني وهلأ الرجوع التدريجي إلى هذه الفئات من الشغل أو من العمل تحت تعليمات جدا صارمة، يعني وإن شاء الله شوي شوي نقدر نسيطر على أنه ما يرجع موجة ثانية. والنقطة الثانية هي أنه برضو اظن الافتتاح كان او انه رفعوا ايدهم شويه عن الضغط، برضه من وجهه نظر انه المجتمع بده يحس انه في عنده شويه تقدم او في امان او في يعني في تقدم في هذا الموضوع، وهذا يفائلهم، يعني يعطيهم امل انه احنا ماشيين على طريق صح، لانه لاكثر من شهر هلا محجوزين في البيوت، وطبعا بياثر بطريقه مختلفه على نفسيه افراد المجتمع. فلذلك يعني هي مرحلة جدا مهمة عشان انه يضلوا لسه مصمدين، لان احنا الحجز لسه باقي عندنا الى يوم 26/4، وفي قرار انه ممكن يتمدد ل 15/5 15 شهر مايو. فلذلك اللي تقدر على ان اقترح يعني قرار بهذا الطريقة، يجب ان تعطي المجتمع نوعا من الامل انه احنا الحمد لله ماشيين بطريقه، وليس فقط ارقام، انه تحسسهم انه في شيء بيتحسن. هذا ايضا دافع من دوافع انه رفعوا ايدهم قليل، وهو قليل جدا، لانه التعليمات جدا صارمه والرجوع جدا تدريجي وبطيء، وما زال الحجز على المدارس مثلا مسكره، كل الجامعات مسكره، كل الدوائر الحكوميه مسكره، يعني كل شيء مسكر زي ما هو. على كل حال في النهاية يعني نتمنى لك السلامة، وأشكرك شكرا جزيلا الدكتور غسان الجعيدي، كنت معنا من مدريد عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2200 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 26,000. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي ترامب تعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفه بسوء إدارة المنظمة الأممية لأزمة تفشي فيروس كورونا. يواصل فيروس كورونا المستجد اجتياح الولايات المتحدة ليتسبب في مقتل المزيد من الأرواح ويهدد الآلاف من المصابين. فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2300 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم، لتتجاوز بذلك الحصيلة 28,000 وفاة. وفي اجتماع مع بعض المتعافين الأمريكيين من فيروس كورونا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسير بشكل جيد في خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا،
معربا عن ثقته في أن بلاده ستفوز في تلك المواجهة. الرئيس الأمريكي أعلن أنه أمر إدارته بأن تعلق دفع المساهمة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفه بسوء إدارة المنظمة الأممية لأزمة تفشي فيروس كورونا، معتبرا أنها ارتكبت أخطاء كثيرة في أزمة تفشي الفيروس وأنها تبالغ في تقربها من الصين، حيث إن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم على الإطلاق في تمويل منظمة الصحة العالمية، وقد دفعت لها العام الماضي 400 مليون دولار. من جانبه، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة قرار ترامب خفض تمويل عمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس ومنخرطة في المعركة ضد وباء كوفيد-19. كما أكد غوتيريش أن منظمة الصحة العالمية تتصدى للوباء في الخطوط الأمامية وتقدم الدعم للدول الأعضاء ومجتمعاتها، خصوصا الأكثر ضعفا من بينها، بالإرشادات والتدريب والمعدات والخدمات الملموسة المنقذة للأرواح. يأتي ذلك في حين ندد حاكم ولاية نيويورك بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها إنه يملك سلطة الأمر بتخفيف إجراءات العزل في الولايات، وقال إن هذا يتعارض مع نص القانون والدستور، حيث إن النظام الفيدرالي يمنح حكام الولايات الخمسين سلطة اتخاذ تدابير الإغلاق الإلزامي أو رفعه. يذكر أن الفيروس أصاب نحو 2 مليون شخص على مستوى العالم وأودى بحياة أكثر من 114,000 في أسوأ تفش منذ نحو 100 عام. وانتقلت بؤرة المرض من الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر، إلى الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن أكبر عدد وفيات. بانوراما النيل متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. انطلاق الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية وسط إجراءات صارمة لمواجهة كورونا. التنمر ضد مصابي كورونا سلوك مرفوض ومحرم. التنمر من السلوكيات المرفوضة التي تنافي قيمتي السلام وحسن الخلق في شريعة الإسلام. هذا السلوك يزداد جرما وشناعة إذا عومل به إنسان لمجرد إصابته بمرض هو لم يختره لنفسه وإنما قدره الله عليه. وكل إنسان معرض لأن يكون موضعه لا قدر الله. حرم الإسلام الإيذاء والاعتداء ولو بكلمة أو نظرة، فقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا موعد أخبار الاقتصاد تقرأها عليكم عبير شوشة. إليك عبير. شكرا محمد. أهلا بكم مشاهدين، هذه أخبار الاقتصاد وأهم ما فيها. وزيرة التخطيط تؤكد أن نجاح مصر في برنامج الإصلاح يعزز تحقيق أعلى معدل نمو بالمنطقة في ظل مواجهة كورونا. أهلا بكم. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيدة إن التوقعات بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل مواجهة فيروس كورونا يرجع إلى نجاح الدولة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي. وأكدت السعيد أن التقديرات لمعدل النمو للعام المالي الحالي أن تحقق مصر معدل نمو بنسبة قدرها 4.2%. كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نمواً اقتصادياً إيجابياً خلال العام المالي الجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك مقارنة بتحقيق بقية الدول انكماشاً اقتصادياً جراء انتشار فيروس كورونا.
أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن صادرات مصر غير البترولية حققت زيادة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة قدرها 2%، حيث سجلت 6,728,000,000 دولار، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزيرة أن تقرير مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام أظهر تراجع الواردات بشكل كبير بنسبة 24%، حيث سجلت 13,814,000,000 دولار. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4,566,000,000 دولار. في سوق المال سجلت مؤشرات البورصة المصرية تباينا خلال التعاملات مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء والعرب والأجانب نحو البيع. هذا قد خفض صندوق النقد الدولي بشكل كبير. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن صادرات مصر غير البترولية حققت زيادة من العام خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2%، حيث سجلت 6,728,000,000 دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزيرة أن تقرير مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام أظهر تراجع الواردات بشكل كبير بنسبة 24%، حيث سجلت 13,814,000,000 دولار. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في انخفاض في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4,566,000,000 دولار. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود مرة أخرى إلى أخبار السياسة وزميلي محمد. شكرا لك يا عبير. ونستأنف أخبارنا من كوريا الجنوبية، حيث بدأ الناخبون في التوجه إلى مراكز الاقتراع اليوم لانتخاب أعضاء البرلمان وسط إرشادات صارمة بشأن السلامة في أول انتخابات تجريها البلاد منذ ظهور وباء فيروس كورونا. وسيتحتم على الناخبين ارتداء أقنعة طبية، وسيخضع كل ناخب لقياس درجة حرارته لدى وصوله إلى مركز الاقتراع. وإذا تبين أن درجة حرارته أعلى من 37 درجة مئوية سيتم اصطحابه إلى حجرة خاصة للإدلاء بصوته. كما يجب على جميع الناخبين استخدام معقم لليدين وقفازات بلاستيكية عند الإدلاء بأصواتهم والحفاظ على مسافة متر بينهم. هذا وسجلت كوريا الجنوبية حتى الآن أكثر من 10,000 إصابة بفيروس كورونا. مستمرون معكم وفي بانوراما النيل بعد الفاصل. السلطات الفرنسية لا تعتزم إحياء ذكرى حريق كنيسة نوتردام في ظل إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا. وهذا موعد أخبار الرياضة، ونعود مجددا إلى عبير شوشة. شكرا مرة أخرى محمد. يزامن اليوم ذكرى مرور عام على الحريق الكارثي الذي دمر كاتدرائية نوتردام المعلم الديني البارز في فرنسا، في حين لم يقم قداس عيد الفصح بالكنيسة ولا تعتزم السلطات إحياء الذكرى السنوية للحريق المدمر. وترأس رئيس أساقفة باريس ميشيل أوبيتيت في يوم الجمعة العظيمة ترأس تجمعا صغيرا داخل الكنيسة، واقتصر الحضور فيه على 7 أشخاص هو من ضمنهم، أمام صليب ذهبي ضخم نجا من الحريق. وتسبب الحريق في ذوبان عدد كبير من القضبان المعدنية التي أقيمت حول الكاتدرائية خلال أعمال الترميم السابقة للحريق الذي هدد بسقوط جوهرة العمارة القوطية التي تجسد روح فرنسا. وأوقفت الحكومة الفرنسية عملية الترميم عقب إعلان الإغلاق يوم 17 مارس نتيجة لتفشي فيروس كورونا. وختامنا دائما هو التذكرة بأهم العناوين. مع
مقتل 7 إرهابيين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية واستشهاد ضابط أثناء المواجهة معهم في حي الأميرية. السيسي يستعرض جهود القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة لدعم إجراءات مواجهة كورونا. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 2 مليون إصابة والوفيات تتجاوز 128,000. نهاية البانوراما، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.